يقال أن مفيدة الداس عندها قصة، هذه القصة تستغلها دوما من أجل نقطتين، أنها دير البوز لكسب المال واستعطاف الجماهير، وهي قصة عفوا حياتها الخاصة أو قصة طلاقة. فوالا كاين زوج حوايج قلتيهم، الأولى اللي نكرهها أنا تاع يقال، أكره كلمة عند مفيدة عداس هي يقال وقالوا. أنت الآن شخصية، لا أنت الآن شخصية عمومية، يعني شخصية عامة، الناس الكل تنقال يتقال عليك. معليش قول أخويا في المعقول. ثانيا هذه من حيث المال، مش نشوفوش من مال انا اللي راح الباز وكي تحضري لي بلاطو الناس هما اللي راح يستفادوا، راح نستفاد انا لانه انا جامي حضرت بالدراهم. جامي حضرت بالدراهم انا في بلاطو، هذه الناس اللي ما على بالهاش بيها باللي زعما يقول لك على جال الدراهم يروحوا يبهدلوا ارواحهم. خلصت متى خلصت؟ بالكش خلصت في العشره نعطيهم لك بالحساب، انا نروح يعرضوني كي نقتنع بالحصه نروح، وانا انا هنا بعد معاك وروح سقسي فريق الاعداد. لكن قلت لهم خلصوني. لا ما كاش انا ما كاش حقيقه اكثر من هذه، فهمني. هذه واحده انا ما عنديش هذه تاع البوز، هذه عمري استعملت.